قبل ما نبدا مع حضراتكم اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نصبح على دينا شرف نعرف منها طبعا حاله الطقس، وكمان نسالها سؤال حلقتنا النهارده، جابت ايه في البيت وما استخدمتوش؟ صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا هدير، صباح الخير عليك يا دينا، صباح الخير على كل المصريين في كل مكان، صباح التفاؤل والسعاده يا رب. الحاجه اللي اشتريتها في البيت بعيدا طبعا عن الحاجات المشتركه معاكم في حاجات كتيره من اللي انتوا قلتوها، لكن في حاجه خاصه كده كان نفسي اغير اللايف ستايل بتاع حياتي واكون انسانه رياضيه وبمشي كل يوم ساعه، فاشتريت زي كل معظم المصريين عملوها، اشترينا التريدميل. جبتها من 5 سنين تقريبا، انا كل سنه بمشي عليها اسبوع واحد بس. هو الموضوع ده مشهور في بيوت كتير فعلا يا دينا. بس اخر سنه قررت ان انا يعني لازم احترمها واقدرها واشيلها من الليفنج ونزلتها المخزن الحمد لله. لا انت تبيعيها دينا على فكره. لا ما مستخسره بيه اصلا، ان شاء الله هيجيلي فيها على فكره. لا انا هيجيلي العزيمة، انا مصممه، انا عندي الاراده ان انا اكون انسانه رياضيه. عايش عايش صح.